دفاني حضنك دفاني. بسم الله. اليوم حملة تطوع في عين كبشاني تاريخ 3/6/2017. مع الأسف كما ترون حالة يرثى لها من الأوساخ والإهمال والحشائش. هذا البطون قد انهار وسنقوم أيضا بإصلاحه لاحقا. وهذا البئر مليء حتى أكثر من الثلث بالأوساخ والحجارة والأكياس. إن شاء الله سنبدأ اليوم في التنظيف وسنحافظ عليها دائما نظيفة ومرتبة لكي يزورها السكان. نحن في عين كبشاني، عين الآباء والأجداد. هذه العين اللي كانت تسقي منها كل أهالي كفر كنا. احنا لحقنا، جيلنا لحق هذا الأمر في سنوات السبعين، حتى سنوات السبعين كانت كل مواشي كفر كنا ترد إلى هنا وترتوي من هذه العين. وشجر الذي زرع في هذه المنطقة كله زرع من هذه العين. فإحنا اليوم دورة عشاق الوطن ودورة أعرف وطنك مشكورين، بادروا لترميم هذه العين. ندعو أهالي كفر كنا أنه بالفعل نعيد التراث، بدل ما نروح نتجول في أماكن بعيدة بإمكانك اليوم هون في بلدك تتجول، تيجي على مكان نظيف. المي طلعت في العين، من بشر أهل البلد أنه أطلعنا المي من العين بترميم بسيط، والحمد لله الوضع جيد لزيارة عائلية أو قاعدة عائلية. نطلب طبعا القاعدة تكون في مستوى زيارة محل نزهة، لأنه هاي العين بتعكس أهل بتعكس أهالي كفر كنا، بتعكس وجهنا السليم، تذكرنا في الآباء والأجداد. هنا هاي الأرض هنا في المنطقة عين كبشاني مقسم تقريبا لكل أهالي كفر كنا، فكل أهالي كفر كنا بنتسبوا لهاي العين، لازم يكونوا مربوطين مع تراثنا. هاي بتربط أولادنا، جيب أولادكم الصغار هنا واشرحوا لهم شو هاي العين وكيف كانت هاي العين. كل الجيل القديم بيعرف قديش هاي العين كانت شريان رئيسي لأهالي كفر كنا. تحية لكم من عين كبشاني التاريخية. هذا المشروع هو باكورة أعمال أخرى ستنفذ في كفر كنا ومحيطها لاحقا. أشكر جميع المتطوعين والمتبرعين الذين لم يبخلوا بوقتهم ومالهم وجهدهم. حقيقة إنه لأمر يثلج الصدر أن ترى عشرات الأشخاص يتسابقون إلى عمل الخير لا يرجون من ذلك أي مقابل مادي. جل هدفهم هو خدمة بلدهم ومجتمعهم لوجه الله تعالى. بذرة الخير مغروسة في صفوف أبناء مجتمعنا وعلينا إيجاد الطريقة لإخراجها. هدفنا الأول هو زرع بذرة الانتماء وحب البلدة في صفوف أبناء المجتمع بكافة شرائحه، من أجل الحفاظ على هذه الأماكن العامة أينما كانوا. فالذي يحب بلده لا يرمي النفايات ولا يكسر ولا يخرب ولا يستعمل العنف بكافة أشكاله. تحدثت مع العديد من مدراء المدارس بهدف تنفيذ فعاليات تربوية من أجل توعية الجيل الصغير بوجوب المحافظة على هذه الأماكن التراثية، ومن ثم تتبنى كل مدرسة معلم وتقوم بتنظيفه والمحافظة عليه. وآمل أن يساهم هذا الأمر في رفع مستوى الوعي لدى الجميع لمثل هذه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وانا موجودين بعين كبشاني احد عيون الماء تابع على قرية كفر كنا. كنا في سبع عيون ماء، للاسف على مده 40 سنه انهجرت كلياتها. انا والاستاذ محمد القيم بارك الله فيه بحضرنا لاعاده ترميم عين كبشاني، وزي ما شايفين اليوم هي مرتبه بمستوى عالي عالي. عين كبشاني عين عرفت على مر الزمان، المواشي كلها توردت هنا، اهالينا كانوا يجوا لهنا، جدودنا كانوا يجوا لهنا. احنا اليوم بنناشد الجمهور تفضل يجي يزور المعالم اللي تابعه على قرية كفر كنا، يحافظ على النظافه، ينتبه لاولاده،
واحنا ان شاء الله راح نستمر على باقي عيون البلد، والمشوار الجاي في مفاجأة ان شاء الله اللي هي راح تكون على احد عيون الماء اللي هي عرفت كمان على مر الزمان. وكمان مرة مشكور استاذ محمد الكريم، مشكورين، مشكور كل واحد ساهم ودعم معنويا او ماديا او ايش اللي بده اياه. بارك الله بالجميع، واحنا بندعي الجميع انه يجي يزور المكان ويحافظ على النظر.